هبت عواصف شتوية شديدة على أمريكا الشمالية، خاصة على ولاية تكساس، مما تسبب في استمرار انقطاع التيار الكهربائي، وهو ما أثر على ملايين المواطنين، وأدى إلى تجميد خطوط الأنابيب بالولاية، مما جعل بايدن يوافق على إعلان حالة الطوارئ في الولاية، كما وعد بتقديم المساعدات الحكومية للتصدي للأزمة. بدأت الكونغو حملة تطعيم لمكافحة فيروس إيبولا الذي ظهر في مقاطعة شمال كييفو في 7 فبراير الجاري، حيث أدى التفشي الأخير للمرض في الكونغو في يونيو 2020 إلى وفاة أكثر من 2200 شخص. ومن المتوقع أن يساعد المخزون العالمي المكون من 500,000 جرعة لقاح في السيطرة على انتشار الفيروس. أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية توقيع 10 عقود مع 4 شركات عالمية للبحث والتنقيب عن الذهب، وشمل التوقيع التعاقد مع شركة AKH Gold التابعة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بإجمالي استثمارات حوالي 4.1 ملايين دولار للبحث عن الذهب في 9 مناطق بالصحراء الشرقية. أظهرت بيانات رسمية ارتفاع التضخم في بريطانيا بما يزيد قليلاً على توقعات بنك إنجلترا في يناير 2021 مع عودة البلاد مجدداً إلى العزل العام لمكافحة فيروس كورونا. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أسعار المستهلكين ارتفعت بمقدار 0.7% على أساس سنوي مقارنة بالتوقعات التي بلغت نسبتها 0.6%، وكان بنك إنجلترا قد توقع أن يرتفع التضخم الرئيس بصورة حادة نحو المستهدف عند 2% في ربيع 2021 مع انتهاء التخفيض في ضريبة القيمة المضافة على خدمات معينة وفي ضوء التطورات في أسعار الطاقة.